صح صح تقلها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فائد بالذكري. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وللنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. طيب، اليوم نريد أن نقدم أمامكم عن الموضوع علم النافع. ما معنى علم النافع؟ طيب، العلم نافع بمعنى العلم يعطي فائدة للناس أو يعطي نافع للناس. طيب، الآن أريد أن أقدم سأشار عن ما المشكلة في هذا الزمن في هذا العصر بعلم النافع. طيب، أقسم إلى قسمين. في القسم الأول المستمع لا يفكرون عن الأحوال بلا في مستقبل. طيب، في القسم الثاني بلد الآخر لا ينظرون إلى بلد الإسلامية أو بلدنا. طيب، سأشرح إن شاء الله. طيب، في القسم الأول المستمع لا يفكرون عن الأحوال بلادنا في المستقبل. لماذا؟ لأن لم يوجد لدينا علم نافع. العلم يعني علم نافع. طيب، العلم النافع يعطي فائدة. طيب، انظر إلى مثال. كيف نحسن التربية في بلادنا لو لم يوجد لدينا العلم النافع؟ لم يوجد لدينا العلم. طيب، خصوصا التربية في مثال. طيب، في فيديو انظر إلى فيديو الاقتراع الخزانة. طيب، ما فائدة خزانة للناس؟ أنت طيب لم يوجد جواب. طيب، بمعنى اقتراء خزانة ينفع يعطي فائدة للناس، يعني تحفظ المال في هذا الزمن. في هذا الزمن أهم جدا في هذا الزمن الخزانة. طيب، في القسم الثاني البلد الأغرب يعني بلد الغربية أو بلد غير المسلم غير الإسلام لا ينظرون إلى بلدنا أو بلد الإسلامي. لماذا؟ لأن لم يوجد لدينا العلم للمزيد قدما بلدهم يوجد فائدة لديهم. طيب، انظر إلى زمن من حيث الإسلام، يعني زمن في إسلام ناجح، في زمن إسلام أعلى في علومية والتكنولوجية، طيب، انظر إلى زمن سلطان أحمد الفاتح، يعني يوجد تسلح الشخصية كبيرة، ما شاء الله. طيب، شخصية كبيرة. طيب، في العصور المظلمة في القرب يأخذون العلم من العالم الإسلامية. لماذا؟ لأن لم يوجد لدينا العلم النافع. طيب، ولكن الآن القربية يأخذون لدينا العلم، ولكن الآن نحن نأخذ العلم من بلد الغربية. طيب،
نريد أن نتفكر لماذا في الإسلام، في البلد الإسلام أو في مرحلة الإسلام، في التكنولوجية والعلومية هم يتفكرون. نريد أن يتفكر